استاذ بريان معك استاذ ما كل يوم كل واحد بيدور عليه ما عندك بيت ما فيها هذه ضفونا غصبا علي انا غصبا علي غصبا عليك ليش تطق الباب بس تين ليش تترجى في الباب الوالدة الوالدة تبيك شتابي الوالدة الوالدة جاية تبيك جاية هنا تفضلي 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 أمك شو الصالة شيل حليل لا ما شيل حليل بس إيش شوي معضلة تفضلي يساري ذي أمي يقول لك الوالدة الوالدة ذي أمي ذي أمي السعودية راح شوفه كسرت كسرت بسيج بالخير بسيج بالخير هلا مرحبا شنو مندة ذا؟ مندة ذا اللي جاي؟ والدة الوالدة ذي الوالدة ذي لأمك أم الدنيا كلها ذي أمك ذي الوالدة إيه الوالدة الوالدة هاي والدة ذي لأمك ذي الوالدة باش أقول لك الوالدة جاية تبتخذ حق والدها الوالدة ذي لأمك مجموعة والدات ذي أمك جاي تغلط على الأهل أنت شنو قاعد تغلط على الأهل؟ لا ما غلط عليهم شنو قاعد تغلط على الأهل؟ شنو قاعد تغلط على الأهل أنت؟ لا شنو قاعد لا يا اخي لا تغلط احشم احشم روحك يا اخي احشم لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك الوالده جاي تفهم معك الوالده جاي تاخذ حق ولدها حبيبي حشيت يوفا جاي تاخذ حشيت يوفا تاكد امك هي اقول لك تعال تعال اخذ حقك منها تعال اخذ حقك منها تفهمي معاه تفهمي معاه ها وين ثلاجات هون لا حبيبي انسى ثلاجات وانسى انت الحين امي يعني انسى الاكل ركز على يعني عرفت انت تفضل تفضل حقي منها تاخذ حقي منك تاخذ حقي من عيونك تاخذ حقي من وين من عيونه روحي له روح يلا تطرد الوالدة أنت تطرد الوالدة من بيتك ما تستحي نبي أمك إيش بتسعى لوالدك هذا زي أمك كذا نبي أمك يلا استحت الوالدة استحت الوالدة استحت برا قول ما بطالع أبي تجيب تيشيرت ولدها تبي تجيب تستريح استريح استريح لا تستريح قام بطلع برا قام تبي تيشيرت ولدها حبيبي روح حط لها كبسة عشان وثيابي ها وثيابه بتجيب كبسة ولا مدري ايش اسمه تيشيرتي ولا ايش تفهم معك حبيبي راح زين وثيابي انا قلنا لك تيشيرتي قلنا لك راح جيب تيشيرت ضر اطلع بيتك اطلع 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 اول واحد اطلع يلا يلا مشي مشي الله يقويكم الله يقويكم اليوم عندنا ضيوف وجايين وكذا وعشان كذا مغسلين المزرعة والدنيا ولا احنا مزرعتنا ما تنغسل الله يعطيك العافية يبيض وجيهكم
اهم شيء معالي كندر. معالي كندر تتجمل مع ضيوفك ابو معالي، الله يقويكم. انت لا تقربها من مشاكل الزواج يا بعد عمري ورا. هذا قبل الزواج شلها داخل ورا داخل. قبل الزواج الامور كذا، من تتزوج حبيب مستوى حبيبي حبيبي حق ضيوف قفلها حبيبي حق ضيوف لين يوصلون ضيوف. الله يقويكم، بيض الله وجيهكم. الله الله بالدنيا زبط الامور حبيبي حبيبي, حبيبي. ترى انا شد الظهر فيك تجمل مع ضيوفنا ان شاء الله حبيبي. حبيبي بيض وجيهكم اي زبط على شغل شغل الماي شغل مكيف صحراوي. عامر انت بغيت شيء؟ ايش جابك انت؟ لا امك جايه قبل شوي طردني من بيتك، الحين ايش جابك انت؟ الحين حق ضيوف وجايب لي حق ضيوف. انا عازم ضيوف، انت ايش دخلك بضيوف؟ ليش ما تقول لي انا جاي استقبل؟ استقبلهم؟ ما ابيك تستقبل، جاي لي ضيوف جايين لي جايين لي. لا تسود وجهي. وجهك ليش اسود وجهي؟ ايش شايفني انا اسود وجهك؟ لا تسود وجهي، ذي اللي ضيوف عليهم الكلام، ضيوف ثقيلة المقام مو بأي أحد يعني. وأنا خفيف المقام يعني أنا خفيف أنا يعني، ما تبيني أفشلك أنا. أنا أقول لك أخذ حبيبي قف عفشك توكل على الله حبيبي. وأنا بقف عفشي وبدخل واللي عندك صح. لا 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 تشلنا لا 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 تشلنا. السلام عليكم. أبوي أنت وين بعد؟ شنو بعد؟ وين حبيبي؟ أنا حد أستقبل لواحد ما أبنى أختي جبتها فهمت أنت. عطش أقلوب عطى. لا حبيبي شمال سحت عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري. لا يمدي حبيبي. هالعائلة ذي كالعائلة بتولي من لابسك فيك انت حبيبي. خلك انا شنو انت شابك انت؟ انا جاي عشان نستقبل اوادم. من عزامكم انت؟ من قال لكم اصلا ان في اوادم تجي على المول؟ اقول لك ذيلي ضيوف هاي 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 لا تفشلوني. انت انت خوي وعلى عيني وراسي ومكانتك ترى وين؟ ارقبها ارقبها انت مقاتك ارقبها بس يعني خدمة بسيطة واكون مملك ممنون طلع مرحب عشان تكبرني وتكبر قدري عند الرجاجي أضب. الله يبيض وجهك واكون لك ممنون طلع مرحب. دخلت بس يعني يم الجماعة بس شغلة واحدة ابيك تحسسهم عشان تكبرني قدام ايش الرجاجي. الله يبيض واكون لك ممنون ايش من الشكرين. نعم بس يعني شو المهم يعني انا محرج جدا منك وانت اخ عزيز وقدرك عالي يعني بس يعني لو تكرمت يعني بس ابيك لين دخلت عندهم يعني قل لهم انك انت يعني يعني انك السايق حقي. هاي الخمام لا بس عشان هذا الشيء شنو وش شنو يا حين انا اصابت الرات وتوي انا رقبتك وما ادري شنو ولابس وكاشف وجايب مصباح قاعد من البيت وانا قاعد اسوي هذا الشيء يكبر من قد كم ولا كلمه ولا تتكلم ولا كلمه ولا تتكلم ولا ترفع صوتك وياي بس هذا الشيء يكبر من قدر اخوك يكبر من قدر اخوك يعني لا يعني انت اسمعني افهمني ما انت بك ولا بتكلم ولا تتكلم ولا كلمة يا رب تبر على وجهي واخذنا بس عشان تكبر خلاص لا لا خلاص خلاص في ضيوف 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 داخل ضيوف داخل ضيوف جاهز كل شيء افتح 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 الخبز بعد عمري افتح الخبز افتح الخبز حسنا شين ابو امك الجماعة عذابة اصبر يا اخي شون خلاص قلنا اصبروا شوي على ما نجهزها ما شاء تصرف ومتحطهم في الحرق عشان نجهز عشاء ابو امك الجماعة ما صرفناهم ما صرفناهم بس عشان نجهز عشاهم يا جماعة الخير احنا في المزرعة فقلت لهم جربوا جو والمزارع ابو امك جو المزارع في سويسرا هم جو المزارع اهو خلنا نقلط يلا 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 جهز الدنيا جهز مو عشان نجهز عشاهم لازم نقول لهم جربوا جو المزارع يعني خل ابوي 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 يقلطهم لا ترتز انت ترز وجهك وخر ابوي يقلطهم رجاجيل يقلطونهم رجاجيل وانا شنهم برجال انا يلا حق بابا كنافه هنا ما ادري خليك كنافه هنا الحق ابوك يقلطهم يا كمان والله والله مجمعكم انتم شطه خذتهم ويا بعد عمري عبد الله عبد الله حي
حياك الله ابو عبد الله، الله يعطيك العافيه، الله يسلمك حبيبي. تفضل تفضل يا جماعه. نصره الله، الله يوفقكم. هلا مرحبا، حياكم الله. حياكم الله، سامحونا على القصور يا جماعه، سامحونا على القصور يا جماعه، سامحونا على القصور يا ابو عبد الله، وعدك العافيه، سامحونا على القصور يا جماعه. فضيل ابو عبد الله، هذا عيب البروتوكولات، لو صار عندك ضيوف وانت ما شبعت تقوم معاهم، لكن من توصلهم؟ يا اخي خلني هنا، يا هنا هنا، هذه 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 ذبيحه زينه، هذه هذه ذبيحه صغيره. ابو عبد الله حياك الله، ابو عبد الله سم سم سم، ما شاء الله والله، ذا قلوب ابو عبد الله عليك. ابو عبد الله انا ما تأجيت الله حبيبي، اقول لك في ضيوف تتعشى بعدين، انا يا ما ضيوف هناك يا ما موادم هناك، خلاص انا لا تأجيت حبيبي، عرفت؟ وين اروح لهم؟ يا روح روح، انا اغطي عليك يعني. اي والله بعد عمري، انت رقبه انت، الله يعطيك العافيه. ابو عبد الله العرنت نيمه، حياك الله يا ابو عبد الله، نورتني والله يا ابو عبد الله. انت ما برقبه انت، انت ما برقبه، نورتني يا ابو عبد الله.